فروكي. نعم، بقيت هذه الخيمة منصوبة. استغرقني الأمر 10 محاولات فقط. أنا مذهل. عمل رائع بارتلبي. نسيت أنك في الداخل ترو. أنا آسف. شكرا جزيلا. كنت أجهز أكياس النوم فقط. المكان جميل جدا هنا. لا شيء أروع من التخييم الراقي. التخييم الراقي؟ التخييم الراقي. من يحمل اسم غريزيلدا يخيم بشكل رائع. لا أصدق بأنها وافقت على القدوم معنا. يوجد تراب هنا. تعلمين أن التخييم يعني أن نبتعد عن الحياة المرفهة، صح؟ أوه، صدقيني، أنا أعلم حتى أني لم أحزم غسولي البراق. أليس كذلك فروكي؟ قل لي. إنه جارو. إنه المساعد الذي أحتاج إليه لأجد كنزي الذي فقدته منذ زمان. من يريد وجبة خفيفة؟ أحضرت شطائر براقة. من حزم هذه؟ هذه شطائر براقة. إنها لذيذة وجذابة. اسألي فروكي. عزيزي فروكي، إنه يحبها. وقت الطعام. فروكي، الراقون لا يركضون. هاي. بي لا فو بافي. لا يوجد أفضل من جرو ناعم. هل قلت جرو؟ جرو ناعم ذكي ويحل اللغز. بأنفه يشم ويبحث عن الكنز. تعال وخذ شطيرتك الراقية. روكي عاد. بيرا كل عام، لقد دخل إلى هنا بالتأكيد. لا، سيضيع جرو الناعم في هذا المكان المريع والفظيع. إنها متاهة، متاهة. وهي ليست فظيعة، إنها خلابة، ولا يمكنكم الدخول إليها. لا تقلقي ترو، سأجد آلة اللعاب الصغيرة تلك هنا في مكان ما. من أنت؟ لم تسمعي قط بقزم المتاهة؟ نحن أشرار، ولكنني لطيف عندما لا أشرف على الحراسة. من يبني شيئاً غير راق هكذا؟ إنه بشع. بنيت المتاهة لأخفي كنزي ثمين من الذين يحاولون سرقته. لكن كنزي ثمين علق هناك. ولسبب وجيه، بيني وبينك وبين الشجرة بنيت هذه المتاهة بشكل كبير وصعب جداً، لدرجة أنني لم أتمكن من إيجاد كنزي. لقد فقدته، لكن الكلب يستطيع إيجاده بحاسة شمه. كلبك صغير سيجد كنزي. أيها القزم، كلا صديقينا في الداخل الآن، يجب أن نجدهما. حسناً، لكن لدخول المتاهة عليك أن تحل الأحجية. كم حبة توت من هذه السلال المليئة بالتوت تستطيعين أن تأكلي بحيث لا تظل معدتك فارغة؟ سأكتشف الأمر. انتظري غريزيلدا، يجب أن نعدها بينما تأكلين. واحدة تلو الأخرى. واحدة؟ الجواب هو حبة توت واحدة. ماذا؟ هذا غير صحيح. أكلت أكثر من حبة توت واحدة. الأحجية تقول كم حبة توت تستطيعين أن تأكلي بحيث لا تظل معدتك فارغة. إن أكلت حبة توت واحدة فهذا يعني أن معدتك ما عادت فارغة. غير معقول، هذا صحيح. يمكنكما الدخول، ولكن ألقيا نظرة سريعة من الداخل أولاً. واو واو، إنها رائعة صحيح؟ ممر واحد يصبح عدة ممرات، ثم تظهر الأبواب فجأة، وسرعان ما يصبح كل شيء ملتوياً ومنعطفاً. ماذا سيحدث لكما عندها؟ سنضيع وبشكل ميؤوس منه. كما قلت، يمكنكما الدخول، ولكن هذا لا يعني أنكما تستطيعان البقاء في الداخل. هذا الكلام جعلني أرتعش حقاً. أنا شرير بارع. ماذا نفعل ترو؟ لن نجد فروكي وبارتلبي أبداً. لا تقلقي غريزيلدا، سنخرجهما من هناك، ولكننا بحاجة إلى مساعدة الأمان. إن كنت ذاهبة لشجرة الأمان سأذهب معك. ستفعلين بالتأكيد. إن كنا نريد النجاح فعلينا أن نعمل معاً. كيوميلو. لنذهب إلى شجرة الأمان يا كيوميلو. لا!
زي. أهلا بكما، أنا والأماني نخيم. لقد حصلوا على شارات الاستحقاق. التخييم ممتع، ألا نزال نتحدث عن هذا؟ أصبح التخييم قصة قديمة. نحن لسنا هنا بشأن التخييم، أتينا بشأن المتاهة. متاهة؟ أوه، أحب الأحاجي، يبدو ممتعاً. إنها متاهة عملاقة علق داخلها فروكي وبارتلبي. أوه، هذا لا يبدو ممتعاً. لنجلس ونفكر في الأمر. لا شكراً، الأميرات لا يجلسن على الفطر. ابقي هادئة. ستكونين بخير، سيعود الفطر إلى الأسفل. سينزل. كيف تستطيع الشجرة مساعدتك؟ هذه المتاهة صعبة جداً. جدرانها تتحرك وحدها وما إلى ذلك. نحتاج إلى أمنية تمنعنا من الضياع. النجدة لقد علق. علقت؟ نعم، إن علقنا داخل المتاهة فسنحتاج أمنية تساعدنا على الخروج. شكراً غريزيلدا. العفو، سمعتك شجرة الأماني، حان الوقت لتحصلي على أمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنيات، شاركيني بأمنيات جداً صغيرات، شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنيات، بالقوة السحرية نصنع المعجزات. يا لها من أمنيات رائعة، لنرى ما جاء في موسوعة الأمان عنها. أمنيتك الأولى دوت سبوت، يستطيع أن يصنع قدر ما تريدين من النقاط. ممتاز، سنستخدم دوت سبوت لنجد طريق العودة خارج المتاهة دون أن نضيع. سنتبع البقعة فقط. الأقمشة المبقعة رائعة، هذه أمنية راقية راقية. أمنيتك الثانية روبرو، يستطيع هذا الحبل أن يقدم لك مساعدة كبيرة في تسلق الأشياء أو ربطها. قد يساعدنا هذا في سحبنا خارج بقعة صعبة. وأخيراً لدينا سلوثبي، إنه أمنية نادرة وغير عادية حقاً، يستطيع أن يجعل أي شيء يتحرك بشكل بطيء. هذا مذهل، لكني لا أعرف كيف لإبطاء سرعة الأشياء أن يساعدنا على إنقاذ صديقينا. ستجدين طريقة ماترو، أتفق معه، وأنا دائماً محقة. شكراً يا زي، وشكراً لك يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك. وداعاً زي. استمتع بتخديمك. حظاً موفقاً، أنا متأكد ستنجحان، مؤكد. فروكي، ماذا يجري هنا؟ كيف أخرج من هنا؟ يجب أن أحذرك، مهارات النينجا التي تخصني مدهشة. فروكي، كم أنا سعيد برؤيتك. كنت سعيدا برؤيتك. لا، انتبه، أين تضع قدمك هنا؟ هذه المتاهة مليئة بالأفخاخ. اهرب! قد علقنا. شكرا كيميلو. هاي، انتما عودا الى هنا. فروكي، يجب ان نخرج من هذه المتاهة. ارفعني قليلا. فروكي، هذا ليس وقتا مناسبا لتجلس على مؤخرتك. رائع، مؤخرتك هي الأفضل. انتظرني. هل سمعت ذلك؟ ذلك صوت بارتلبي، نسير في الاتجاه الصحيح. كيف نستمر في السير هكذا؟ هناك الكثير من الممرات. سنعمل معا على إيجاد الممرات الصحيحة.
ولكن لنحرص على أننا سنجد طريق العودة خارج هذه المتاهة قبل أن نتعمق أكثر. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ دوتسبوت وحقق أمنيتي. دوتسبوت، هل خلفت أثراً من النقاط خلفنا أثناء سيرنا؟ نقاط وردية؟ وكأنه يعرفني. فلوكي، أين أنت؟ بارتلبي. يا للذكاء الشديد، الجزء اللطيف مني كان ليترك هذه النقاط، ولكن يجب أن يجد الكلب كنزي الذي فقدته منذ زمن، لذا سأكون قزما شريرا. نحن نسير منذ مدة طويلة. لماذا يحدث هذا معي؟ غريزيلدا، انظري، لقد وقعت هناك من قبل. هذا يعني أننا مررنا من هنا من قبل. نحن ندور في حلقات. مستحيل، كيف يعقل هذا؟ لا أعلم، لا يزال دوتسبوت يضع النقاط، لذا كان المفروض أن نعرف ذلك. إلا إذا كان القزم يسرق نقاطنا. إنه شرير كبير. من دون تلك النقاط التي ترينا أين كنا لن نتمكن من الخروج. سنحل تلك المشكلة لاحقاً، علينا الآن أن نمنع القزم من محاولة إيقافنا. دوتسبوت، هل تستطيع أن تصنع لنا بقعة كبيرة وعملاقة؟ شكراً دوتسبوت، سيمرح ذلك القزم كثيراً وهو يرفع هذه النقطة. هيا بنا. نقطة كبيرة، وكأن هذا سيؤيبني. فلوكي، توقف، لن نخرج من هذه المتاهة أبداً إن علقنا. سأذهب أولاً ثم ستفعل أنت. ماذا قلت لك؟ القزم! أوه، إنه مجرد باب رسم القزم عليه. القزم! أوه، مجرد باب آخر عليه قزم. هذا أسوأ من الذي قبله. أسمع هذا كثيراً. كي تستمرا في عبور متاهتي عليكما أن تجيبا على أحجية أخرى. إن لم تحلا أحجيتي قبل غرق حمام الطيور هذا في الأرض، فعليكما أن تغادرا متاهتي وإلى الأبد. أخبرنا أحجيتك أيها القزم، نحن مستعدتان. إنه جزء من الطائر، ولكنه ليس في السماء. يستطيع دخول حمام الطيور دون أن يتبلل. ماذا يكون؟ يستطيع دخول الحمام دون أن يتبلل؟ ابطه ذو الرائحة الكريهة؟ لا أستطيع النظر إليه جيداً. بسرعة، حاول الإمساك به. هذا الطائر سريع جداً، لدينا فرصة أكبر في إمساكي حتى ظله. ظله؟ الطائر في السماء، ولكن ظله على الأرض، ويمكن لظله أن يدخل الحمام دون أن يتبلل. أعرف الجواب، إنه الظل. لا أصدق، أصبتِ ثانية. يمكنكما العبور ثانية، ولكنني سأكون عند كل زاوية لأعطيكما المزيد من الأحاجي إلى أن تستسلما أخيراً. أراكما قريباً، أقصد أراكما قريباً. كيف سنوقف هذا القزم من محاولة إيقافنا؟ لنفكر في الأمر قليلاً، يجب أن نبتعد عنه، ولكنه يعرف هذه المتاهة جيداً. نعم، إنه محتال. علينا أن نخفف سرعته بما يكفي لندرك فلوكي وبارتلبي، ولدي أمنية لتحقيق ذلك. سلوث بي، احذر أمنات. انتظر قليلاً. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ يا سلوث بي وحقق أمنيتي.
مرحبا سلاثبي، لنبطئ حركة هذا القزم المحب للأحاجي. إليكم الأحجية القادمة. ما الذي يقفز في الهواء؟ ولكنه لا ينزل ثانية أبدا. أنت وداعا أيها البطيء. ابقى معه يا سلاثبي، أبقي لطيفا وبطيئا. شكرا. من هنا. أما كان بإمكانك الانتظار حتى أمر أولا. الأميرات أولا، تعلمين هذا؟ توقف روكي، ذكرني أن أضيفه إلى قائمة الملابس الوسخة. روكي، أين أنت يا صديقي؟ ذو الرائحة الكريهة معي، نحن هنا أيا كان هذا المكان. بارتلبي، نحن قادمتان. يجب أن أعيقهما. روكي، قادمتان. بارتلبي. ترو، ما قصة هذه المتاهة المجنونة؟ هذا محبط جدا. تروكي، الوقت ليس مناسبا الآن كي... مهلا، مؤخرتك أنقذتنا المرة السابقة. استمر، حرك ذيلك أيها الصغير. لقد نجح. مياو. تروكي. بارتلبي. ترو، أنا سعيد جدا برؤيتك. هل اشتقت لي؟ بالطبع بارتلبي، هل أنتما بخير؟ نعم، ولكننا عالقان هنا، وفروكي يفكر في إعطاء المزيد من القبل المليئة باللعاب النجدة. سنخرجكما حالاً. سلاثبي، لا، لقد نفدت قواك. لابد أن هذا يعني... أنا ثانيةً، لن أفرض عليكم المزيد من الأحاجي، سأطردكما خارج متاهتي الآن. بلان، هذه الحفرة، تذكرت الآن، هنا دفنت كنزي. نعم، والكلب وجده. هي لا 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 لا. عصايش ليلي، هذه كارثة، لا أستطيع إخراجهما من دون مساعدة عصاي. لن أغادر هذه المتاهة من دون صديقي فروكي، هل تفهم؟ نعم. مذهل، أنت تصلحين لتكوني قزم متاهة. لا تقلق، لدي أمنية ستساعد على إخراجهما. زيب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ روبرو وحقق أمنيتي. مرحبا روبرو، أحتاج إلى حبل كي أتمكن من إخراج صديقنا من هذه الحفرة، هل ساعدتنا؟ هيا ينطلق يا حبل روبرو. تمسكا بالحبل. أمسكت به. لماذا لا نتحرك؟ فروكي، أترك ذاك الشيء. لا، إنه كنزي، لقد وجده. لا جدوى من كنزك إن كان صديقانا لا يستطيعان إحضاره لأنهما عالقان. إنها غلطتي أنا، يجب أن أصلح الأمر. سأتي لإنقاذك أيها الكلب. وأنا. رائع، غير معقول، أريد واحدة أخرى. وأنا لست قوياً بما يكفي لأفعل هذا وحدي. نعم، فك ذاك الكلب فولاذي. أيها القزم، نستطيع مساعدة بعضنا لنخرج من هذه الورطة. تريدين منا أن نساعده؟ ظل يحاول إيقافنا طوال اليوم. الطريقة الوحيدة لإخراج الجميع هي بالعمل معاً يا غريزيلدا. لك ذلك. هل أنت مستعد يا روبرو؟ مستعدة يا غريزيلدا؟ أها، ليت العمل معا لم يكن يعني أن أمسك هاتين القدمين الوسختين. غسلتهما العام الماضي. هذا ليس جيدا. هيا أمسك كيدي. هيا يا آلة أسوار اللعاب.
دعني أذهب. اسحب معي يا روب الروح، نستطيع فعل هذا. لقد نجحنا، أحسنت صنعا يا روب الروح. عزيزي فروكي، كنز العزيز. شكراً، شكراً لكم جميعاً، العمل معاً نجح بالفعل. عرفت أنه سيفعل. كنزك عظمة كلب؟ نعم، لهذا السبب كنت أحتاج إلى كلب كي يجدها. ها؟ وضعت صديقي العزيز في ورطة كبيرة لتحصل على عظمة كلب براقة تافهة؟ أنت شرير. أنتم على حق، كنت شريراً معكم طوال اليوم. أنا أفعل هذا لأمنع الناس من دخول المتاهة والضياع داخلها. أرجو أن تتمكنوا من مسامحتي. خذ إنها لك. بقيت تقول إنك قزم شرير، ولكنك تستطيع أن تكون لطيفاً. قدمت كنزك إلى كنزي أنا؟ كيف أقاوم هذا الظريف الصغير؟ أظن أنك تستطيع القدوم لزيارة فروكي أحياناً. حقاً؟ شكراً لك، شكراً. عناق الأميرات. كيف سنخرج من هنا؟ اتبعوا صاحب حاسة الشم الخارقة. رائع، هذا راق جداً. ما معنى ذلك؟ يعني براق ستحب ذلك. هيا. Thank you.